لا هذاك شكون غير نسمي السي يلا من رئيس جمعية نهضة الزناتة للتنمية والتضامن في إطار الاستعداد للمؤتمر الدولي للتغيرات المناخية التي سيحتضنه المغرب وهو كوب 22 بمراكش. احنا بهذه المناسبة كنقوموا بواحد ورش بيئي وهو المركز الصحي بمنطقة عين حرودة، وهو هذا الورش غيشمل عملية قلع الأشواك الضارة وزرع النباتات والأشجار إضافة إلى الرسم على الجداريات وتهيئة محيط المركز الصحي. هذا العمل كنقوموا به بتنسيق مع مندوبية وزارة الصحة بالمحمدية والمركز الصحي بعين حرودة وبتعاون مع مؤسسات الدياشيل وإيماج بلونت وكازا تكنيك وكذلك نساء منطقة عين حرودة والشلالات والأطفال اللي شاركوا معنا كذلك وغيشاركوا مع هذه العملية. الهدف ديالها هو التوعية وتحسيس الأطفال خاصة الأطفال بعدم رمي النفايات خاصة من داخل المراكز الصحية بمحيط المراكز الصحية وتوعية الزوار ديال هذا المركز، لأن احنا كنحتوي على مركز واحد بمنطقة عين حرودة ومركز صحي بغينا نحافظوا عليه لأنه مهم باش نحافظوا على هذا المركز خاصة المحيط ديالو باش يكون عندنا واحد مركز صحي نظيف. كنتمنى ان شاء الله نفتحوا على جميع المراكز العموميه سواء المدارس سواء الفضاءات المراكز الصحيه بجميع اقليم المحمديه باش ان شاء الله نستعدوا لهذا المؤتمر باش ان شاء الله باش يكون ناجح هذا المؤتمر الدولي وباش يكون عنده صدى كبير على المستوى العالمي. زكية محترم من شركه دي اتش ال للمغرب. احنا اليوم تنتواجدوا بواحد المنطقه مهمه اللي هي لوبيتال دونك ديال عين حروده ايغالمون كي جوست ا كوتي دونك اوسي دو ليكول. دونك حنا دون نوت اكتيفيتي اون ا دون لو كادر دو دو لا ريسبونسابيلتي سوسيال اون ريسبونسابيلتي فيزافي دو جو هيلب دونك ايدي لي جان لو جو تيتش دونك ايدي لي جان دون لور ديفلوبمون اي لي انفان نوتامون اي بيان سور لو جو جرين سيتادير لانفيرونمون اللي حنا تنتواجدوا به دابا. دونك اون ايساي دو دارانجي ان انفيرونمون سان بور دي جان كي سون مالاد بور لي انفان اي بور نوتر تري شير ماروك. اي ا سيت اوكازيون je voudrais remercier un partenaire qui nous est très cher, qui est l'association Nehda Znata. Nehda Znata qui, dans le cadre de ses activités sociales, donc on est en partenariat avec elle, on contribue avec nos employés qui sont présents parmi nous aujourd'hui, avec donc les dons. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, on est très content et on les remercie de rendre réaliste et réalisable des activités et des dons que nous faisons aujourd'hui. Merci. كيف كتشوفوا هذا واحد اليوم تحسيسي بمناسبة الكاب 22 اللي غادي يتقام إن شاء الله في مدينة مراكش، كتقوم به جمعية نهضة الزناتة للتنمية والتضامن، وهذا الشيء ماشي غريب عليها ولا داخل على الجمعية، تبارك الله عليها دائما كتكون سباقة في ما هو هداف وما هو اجتماعي وثقافي ورياضي، وبالأخص كتحسس الأطفال هذا المشكل ديال البيئة اللي كما تتعرفوا دابا ولا طارح نفسه بقوة وبحالة استعجالية باش تكون عندنا واحد التحسيس بالنسبة للبيئة بالنسبة للمخاطر ديال التلوث دابا ولا التلوث في السماء وفي الأرض وفي الهواء وفي كل شيء. دونك يعني من الأحسن نحسوا الناشئة باش يكونوا عندهم واحد التوعية بالبيئة اللي تعيشوا فيها وبأن نتقاسموا هذه الأرض اللي كنعيشوا فيها ونحافظوا عليها إلا بغينا نعيشوا فيها بأمان. وشكرا. حنايا جينا متطوعين كنقوا هذا السبيطار ديال الحومة هنا عندنا، وكان نشكروا جمعية نهضة زناتة لان هاد الناس اللي كيجيو هنا يداو وليداتهم، حنا كيجيو يداو وليداتهم راه كيخيموا النفايات بزاف. حنا دابا جينا لقينا دانون مليوح، لقينا البيموات مليوحين اللي خدات شي بركه تلوحه هنايا، وحنا راه السبيطار ماشي علينا حنا، راه للنواحي ديال العين حروده كلهم خاصهم تما كيولدوا فيه، كنولدوا فيه حنا وليدنا فيه ولدوا فيهم بناتنا دابا تما ولدوا فيهم، ولكن الانسان خاص يكون ديما نقي الدنيا نيا. حنا ديما كنجيو لهذا الشيء ديال المتطوعين في سبيل الله، كنخليو الخدمه ديالنا وكنجيو راه ودات شمتي السبيطارات اي حاجه،
كنجيو نشاهدوا في سبيل الله، شمس في فابور ما كيعطيونا لا ريال لا والو، حنا ما كنجيو نجاهدوا في سبيل الله، جميع الروضات جميع السبيطارات جميع كذا كنجيو في سبيل الله، وكنشكروا الناس اللي كيوقفوا بخصوص الناس الجمعويين، والخصوص ليزيد ابو صابون حتى هو اللي كيوقف في هذا الشيء ديال الاجر، وكل واحد كيتخلص على قد العمل ديالو. Thank you.